مقادير الكوسه البشاميل، عندي ثوم مفروم، زيت زيتون، ملح وفلفل، نعناع ناشف، دول للكوسه. بعد كده عندي بشاميل وعصاج احنا اوريدي مجهزينهم لان احنا عملناهم كذا مره مع بعض السنه دي، لكن طبعا انا برضو هعيد لكم الطريقه بتاعتهم. اول حاجه هنعملها ووك او حله على النار، واحط فيها زيت زيتون، ثوم، وبعدين اخد شويه النعناع الناشف،